بعد أسابيع قليلة من توعد الرئيس عبد المجيد تبون بتسليط أقصى العقوبات على المضاربين في السلع والمواد الأساسية بغرض إثارة الفوضى في البلاد، أحيل مشروع قانون المضاربة على المجلس الشعبي الوطني والذي يرفع سقف عقوبة التلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة سجنا نافذا. مجموعات ضاغطة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن، حيث أضرته في مجموعة من المواد الأساسية كالبطاطا والزيت والسكر وغيرها، وكذلك انتقلت إلى الأكسجين وغيره، أثرت بشكل كبير على يعني حياة المواطنين، غير أنه ورد عليها مناقشات من طرف النواب، حيث أنه قد يختلط وقد يقع التعسف في تفسير النص حال التطبيق من طرف الأجهزة، ولذلك اقترح النواب أن تكون المضاربة غير المشروعة محددة بالتصريح بالتخزين. كما ينص التعديل المدرج على قانون العقوبات تشديد العقوبة على عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، حيث تصل عقوبة ذلك إلى 20 سنة حبسا مع غرامة بمليوني دينار جزائري إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد أو بحمل السلاح. أثرتم قضية غلق مؤسسات تؤدي خدمة عمومية، قلتوا علاش الغلق يشمل فقط الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية ولا يشمل المؤسسات الاقتصادية التي تؤدي خدمة عمومية؟ هذه أتفق معكم، سيتم التكفل بهذا الجانب مدام أثرتموه. ومن جانب آخر، يتضمن مشروع تعديل قانون العقوبات تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف للسيارات دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يفرضون على المواطنين منطقهم ولو باللجوء إلى العنف، حيث أقر لها القانون عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنين وغرامة مالية تصل إلى 200,000 دينار جزائري مع مصادرة الأموال الناتجة عنها. سيصوت البرلمان الجزائري على مشروع قانون المضاربة وتعديل قانون العقوبات لوضع حد لجملة من ممارسات الماضي السلبية التي ألقت بظلالها على حياة ويوميات المواطن. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.